أن هذا الغلام كانت له رسالة يريد أن يوصلها إلى الناس، وهي الدعوة. ولذلك لما سقط جنود الملك من الجبل لم يهرب الغلام، وإنما جاء راجعاً إلى الملك لأنه يريد إيصال الدعوة. ولما غرق جنود الملك في البحر لم يهرب، وإنما جاء راجعاً إلى الملك لأن له رسالة يريد أن يوصلها إلى الناس. فاصبروا على الدعوة معاشر المؤمنين، والدعوة في أعناق الجميع، ليست خاصة بحزب ولا طائفة ولا جماعة ولا دكاترة ولا مشايخ، وإنما هي في أعناق الجميع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وليعلم، وهذه كلمة أختم بها، ليعلم الداعية إلى الله أنه سيبتلى، سيبتلى، لا بد أن يبتلى، وقد يصل الابتلاء إلى أن تخرج من بلدك. ونحن ولله الحمد منذ عرفنا الدعوة متيقنون بوعد الله، ومتهيئون بفضل الله أن ننقل من كل مكان، بل أن ننقل من الأرض من ظاهرها إلى باطنها، لأن هذا الطريق طريق فيه من الابتلاء ما فيه. أفكلما جاءكم رسول، ليس عالم من العلماء، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لا ترفع السيوف ولا يهدد الإنسان صاحب الدين بالقتل إلا من أجل العقيدة والتوحيد. والخصومة العظمى بين يدي الله في التوحيد. أنت يوم القيامة أحد رجلين، فاختر لنفسك، إما أن تقف في صف الموحدين والمدافعين عن رب العالمين، وإما أن تقف في صف المخذولين وفي صف الصادين عن سبيل الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم، ليست لهم خصومة إلا في الله وفي توحيد الله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا من عمى وأن يجعلنا من جنوده المخلصين.